like we play. Everybody must say peace, peace. We want it, we want it. Scream for your right, no war, no strife. Everything be glorified. We want it, we want it. To Allah we pray, everybody must say peace, peace. We want it, we want it. Scream for your right, no war, no strife. Everything be glorified. كلمة كلمة غانين حتى كل الكون الحرب غمة ولا وتقول وراه مجنون سلام جنة جمنا ديما فيه نكون نعيش لهنا فرح البال حبيت نكون ولا حبيت نكون في هنا وراحة البال دروك اليوم السلام ما يجبدل بالمال حنا ما هو حال جبدنا اليوم مش حال لابي راح في البال والله راح في البال كل زمان كل مكان هم اليوم يا إنسان خويا سلام وقت حال ياه حقو الأحلام زمان كل مكان هم اليوم يا إنسان خويا السلام وقت حال يحقو الأحلام على ما باليوم ورا دورا صعيب كلمة كبيرة كلمة كبيرة من مورا المراحة تخيب اليوم نور راب جديد راح يحير وراح يعيب كون يسلم تول العبيد تسيل ستايل كون مجدي كيفان حرب ونحرب وكيف حنا بالمايك ماشي بالسيف صح راه وكلام خفيف لو معنا ماضي كيف السيف وجينا قال اليوم بلا يبوق بلا مفهوم زماننا ما راح يكون كيف جمال اللي كان مبهوم We want it, we want it To Allah we pray, everybody must say peace, peace We want it, we want it for your right, no war, no strife We want it, we want it. To Allah we pray, everybody must say peace, peace. We want it, we want it. كان هذا فيلم ساكريفيك للمخرج المغربي طارق الجهري. سينما بديلة التقط به وحدثنا عن هذا الفيلم. القصة مأخوذة من ريبورتاج مكتوب لصديق صحفي عرضوا عليا لما بغيت ننجز أول فيلم قصير. الموسيقى كانت عندي مهمة في الفيلم ولدرجة أن ألفتها وواحد الصديق موسيقي لعبها وبغيت نسهل عليا العملية باجتنابي الحوارات لأن عرفت أنت الحوارات عالم آخر كاين الناس كيكتبوا الحوارات كاين الناس كيكتبوا القصص كاين الناس كيكتبوا الحوارات أنا صراحة كنعتبر راسي مخرج كنهتم بزاف بالصورة بالإدارة الفنية الممثلين أحداث الفيلم قصير كتوجد في سيدي مومن والحي محمدي وهذه مناطق في الدار البيضاء شيئا ما مهمشة وفيها واحد الفقر اقتصادي تجربتي انا اللي ترعرعت واحد سنوات في الحي محمدي دونك قريب من الاحداث من قريب من الاماكن اللي جايه من هاد الشباب هادي وما كناش حساسين وحتى الاصدقاء ديالي ما كانوش حساسين للخطاب التطرفي في هذيك الوقيته في هذيك في التسعينات بدايه الالفينات اللي كنعتقد شخصيا دفع هاد الناس هادو هي حالتهم هي الياس هذا اللي كان دفعهم وي الحاله بؤس والغياب الامل في المستقبل وفي الغد الناس هادو ما كان عندهم ما يخسروا دائرة ساكريفيك جاية من الكلمة ساكريفيس اللي هي تضحية وفيك اللي هي مزورة نقول ناخدوها بمعنى مزورة وباغي نعني بها تضحية مزورة شهيد مزور المجتمعات العربية كأي مجتمع عالميا اليوم كيعيش مشاكل وكنعتقد بأن الحلول ما كان محتوش عليها في الأماكن المناسبة من ناحية السينما بعد ساكريفيك انجزت فيلمين قصيرين موضوع اجتماعي ولكن ما شفت نفس النطاق كنكتب فيلم طويل الأول ديالي اللي كنتمنى إن شاء الله ننجز في السنوات المقبلة